هو مدياتهم يعتذروا، يعتذروا ما هو للرئيس يا غير، يعتذروا للشعب الموريتاني يا لطهم، يعتذروا للشعب الموريتاني لأنهم خانوا 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 الأمانة، خانوا الأمانة يا غير. الله نقول لهم من الاعتذار، الله نقول لهم من الاعتذار، الله نقول لهم من الاعتذار. اللهم لا تؤاخذنا بذنبنا ولا ذنب غيرنا ولا بما فعله السفهاء منا. ها هو اللي نقوله، ها هو اللي عندي من الاعتذار. اللهم لا تؤاخذنا بذنبنا ولا بذنب غيرنا ولا بما فعله السفهاء منا. ها هو الاعتذار اللي قايل المجلس ذيك جماعة مجلس الشيوخ اللي ما زالت الدور عندي اعتذر لها. وإذا قد نقول عنه ياسر المتن لوجه أيضا كلام الحسانية، قد نقول عنه ياسر المتن لوجه مادة تعود معدلة هاي الفاشلة ومعاي عودنا بدلها جي مادة تعتذر لها وتحب يديها. ما هذا أنا ما قد ما هم المسائل اللي قد نفهم حقيقة معكم. يا عنا المجلس أكيد عنكم فاهمين قضيته، مجلس فاهمين قضيته واستمراريته اللي يتكلموا عنها هما ما تقد صح. الشعب الموريتاني هذا هو سكان ولاية نواكشوط، هذا هما كاملين هنا تياه. انظر كان هذا السكان لا يعودوا كلمتهم وصوتهم يوم 5 أغشت أشبه منها 15 لقاش، أخ 15 شيخ. هذا مشاهد عليه العالم كامل من هذا، من هذه المنصة إلى بلمين وفي الطريق. يا كان الشعب الموريتاني العالم الخارجي اللي مهم عندهم هم، العالم الخارجي اللي مهم عندهم إذا كانوا لا يخسر 15 لقاش عن الشعب الموريتاني مدينة نواكشوط سكانها كاملين هنا تياها اللي مطالبين بإلغاء هذا المجلس اللي عاد مشينا للشعب الموريتاني. إذا عندنا قضينا على المجلس الغينا مجلس شيوخ. ايضا